برعاية رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن الصغير بن عزيز، نظم منتدى جذور للفكر والثقافة والتنمية بمحافظة مأرب ندوة بعنوان ثورة 26 سبتمبر حتمية النضال حتى تحقيق الأهداف وقيام مشروع اليمن الحضاري، وذلك بمناسبة العيد الوطني 58 لثورة 26 سبتمبر. مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. بمناسبة العيد 58 لثورة 26 سبتمبر الخالدة، نظم منتدى جذور للفكر والثقافة والتنمية هنا بمحافظة مأرب ندوة سبتمبرية بعنوان ثورة 26 سبتمبر حتمية النضال حتى تحقيق الأهداف وقيام مشروع اليمن الحضارية. تناولت الندوة أوراق عمل تحدث عن مسيرة النضال الوطني ضد الإمامة وتحرير الوطن في 26 سبتمبر 62. القائمين على الندوة أكدوا أهمية ودور الاحتفالات بثورة سبتمبر الخالدة في هذه الظروف الاستثنائية. فعل تراكمي في حياة الشعوب، والشعوب تستلهم التجارب الثورية في مراحل نضالها حتى تصل إلى تحقيق مشروعها الحضاري. ومن هنا كانت أهمية هذه الندوة، وأن ثورة 26 سبتمبر مستمرة حتى قيام المشروع الحضاري لليمن وحتى تحقيق أهداف 26 سبتمبر. ولنا أسوة مثل الثورة الفرنسية التي استمرت 52 عاما حتى حققت أهدافها. عمر الشعوب وعمر الأمم أكبر من عمر الأشخاص، عمر الأشخاص محدود وعمر الشعوب يقاس بالقرون وعمر الأشخاص بالعقود. ولذلك فإننا حين ننظر بهذا المنظار الاستراتيجي يزيدنا عزما ومضاء، ومن ثم يرى المناضل ويرى المقاتل ويرى كل من يتسطرون النضال في كل مجالاته وبكل يعني وبكل جبهاته أنه أمام معركة حتى يحقق كيان واسترجاع ذاته الوطنية. وحتى كما تناولت الندوة السبتمبرية ما يصدره الأبطال اليمنيين من أبناء الجيش الوطني وأبناء اليمن الأحرار في مواجهة الميليشيات الحوثية السلالية، أكد الجميع على مواصلة مسيرة النضال الوطنية على دروب الأحرار المناضلين لثوار سبتمبر وأكتوبر. ألغت ثورة سبتمبرية وهاج في سماء الحرية والنضال الوطنية والتضحيات الجسيمة حفاظا على أهداف الثورة وبناء الدولة اليمنية الاتحادية. لقناة عدل الفضائية محمد القداسي، محافظة مأرب.